يسعد اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا مع مخللات المركز، وليش اخترنا مخللات المركز؟ لانه يا جماعه هذا ملك المخللات، ولا تنسوا هو من الداخل الفلسطيني من بين مرحبا طيب مخللات المركز لانه من الداخل الفلسطيني من بين 75 شركه مشاركه في مهرجان التسوق 2023، هالمره غير في مدينه جنين. لما بنحكي عن جنين انا ما بدي احكي كثير، بنقول في شهداء عندنا الله يرحمهم، في عندنا أسرى الله يفرج عنهم، وفي عندنا جرحى الله يشافيهم ويعافيهم، لكن الحياة مستمرة وراح نتحدى الاحتلال بمثل هذا التحدي، بمثل هذا المهرجان، لنكل العالم ولكل إسرائيل إنه إحنا متحدين وماشيين وراح نعيش ونكمل مشوارنا بمثل هذه المهرجانات الحلوة والجميلة مع الناس. اليوم مخللات المركز من الداخل الفلسطيني، أنا ما بحب أقول الداخل، أنا بحب أقول فلسطين. يعني عندهم مخللات وشغلات كتيرة، بس انا اعرفكم عليها مش بايدك هيك 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 هيك. امسك امسك، ايوه هيك، لا من هون امسك، من هون المخلل، ايوه هيك امسكي. يا سلام يا سلام. طيب يا جماعة المركز مختلف مخللاته، انا ذبحني من اول المهرجان، صلي يومين باكل مخلل باكل شيء. ايوه طلع لي كمان مرة، ذبحني من المخلل الزاكي عن جد، اشي من الاخر فاخر. طيب اكمل ولا كيهم؟ شو رايك نبطل المقابله وبلش بالمخللات يا محمد؟ طيب احكوا لنا عنكم، انتم الوحيدين المشاركين من الداخل الفلسطيني مخللات المركز، اشي شهي ومميز مش بالايد. ايوه اهلا فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا حبينا نشارك بالمعرض بجنين على اساس نعرف كل الشعب والضفة انه احنا واحد، احنا واحد 100 عمية. اللهم صل على سيدنا محمد. انواع المخللات عندكم اللي انتم ابهرتونا فيها؟ انواع المخللات جودة عالية عندنا، المخللات كله صنعنا باكا الغربية. طيب اليوم احنا على مدار 6 ايام انتم عاملين كمان تذوقوا وتسوقوا. مزبوط، تذوقوا وتسوقوا، عندنا عرض خاص برضو على المعلبات على اساس نسوقها بجنين، وكل الناس بجنين وبالضفه تعرف المعلبات اللي لنا. يا زلمه شو اسمك انت؟ انا عمر. عمر عمر. طب عمر انا بدي اسالك سؤال، اذا بتجاوب عليه انا بدي اعطيك هديه من مخللات المركز. اتفقنا؟ يلا ماشي. يلا. اسم من 3 احرف، اذا كمنا الحرف الاول بصير اشي مر كتير. شو ايش اخ يا قلبي؟ مين قال قلب؟ يا قمر. قمر يا قمر. لا مش قمر، انا مش اللي معني في قمر. شو بس مش القمر، انا مش اللي فكر القمر، انا بدي اللي فكري لفكرك. اعطيك من مخللات المركز هدية. طبعا عارف. شو اسمك؟ عمر. كيم العين. طبعا. يا اخي هسه هاي اللي في بالي، مش القمر يا اخوي، في قمر فوق وهي قمر على الارض يا حبيبي. طيب عمر عن جد في كمان كوبونات شايف عندكم، احكي لنا قصه كوبونات للناس اللي على البث. كوبونات كل واحد بيشتغل، انا وزع كوبونات في سحب جوائز عليهم، بعرف شو بالضبط الجوائز، انا ما شرحوا ليش عنه لانه في جوائز مميز. مميزه بالضبط. وكل في سعر معين كوبون. لا لا كل واحد بيشتغل اي شيء كوبون. اي شيء بيشتغل عندنا نعطيه كوبون. وين بتسحب؟ بتسحب اليوم؟ لا اليوم ولا بكره؟ والله ما عم حكوا ليش. على كل حال خليكم تعالوا خذوا وشتوا، خذوا كوبونات، لا تنسوا خذوا الكوبون عشان في سحب على جوائز قيم جدا مع مخللات المركز. يا جماعه وين مقركم عشان تحكوا للناس؟ احنا بباكا الغربيه بالداخل، داخل الفلسطيني. في باكا الغربيه في الداخل الفلسطيني. كمان بدهم يتابعوا عندكم كل شيء جديد على صفحتكم. شو صفحتكم؟ صفحتنا على الفيسبوك مخللات المركز. في عندكم انستغرام؟ لا ما في عندهم انستغرام، على الفيسبوك. يا جماعة أنا بنصحكم تعالوا على هالمخللات المركز، عن جد إشي مميز. وطلع إذا بدك مرتك ترضى عليك بس خد مخللات المركز، ولا بعدها راح تضلها مكشرة بوجهك المرة، فعشان هيك تعالوا على مخللات المركز في مهرجان تسوق 2023. كمان كيف أسعاركم؟ أسعارنا شعبية، شعبية يعني ملائمة لكل جميع الشعب. طب أكم صنف عندكم أنتم موجود؟ 90. 90 صنف؟ يا سلام يا سلام. انت اول مره مش كله موجود هون. طبعا احنا بدناش نعرض كل شيء، بدنا مفاجآت كمان. طيب انت اول مره بتشاركوا بهذا المهرجان؟ احنا اول مره بنشارك وان شاء الله راح نضل نشارك، لانه الاشي عندكم هون اشي بالاخر فاخر. اشي على الاخر فاخر.
طيب ايش مرتب من الاخر يا جماعه؟ من كلكم مخللاتهم ومنتجاتهم اكثر من 90 صنف، يعني موجوده عندي مخللات المركز من الداخل الفلسطيني في باقه الغربيه. المشاركين في داخل هذا المهرجان، مهرجان التسوق 2023 في مدينة جنين، يعني عن جد شوف شوف جماعة، زيتون مغربي، يا سلام. عمر بدي أشكرك كتير، كل التحية لك. هاي الصبية اللي واقفة عشان نعمل معها الدوقتي طبعا بجنن، انا بتعامل معاه دائما، وخصوصا البندوره والزيتون المقطع للبيتزا والمخلل هذا والزيتون الاسود، كثير بتعامل معهم. شو اكثر شيء حبيتي؟ وكله زاكي، بس شو الشيء اكثر شيء انت؟ البندوره المعلبات على الطبيخ يعني. هاي والله انا بدي اروح اجيب لها اياها، سبك يلا روح. اسمعي، ومش بس هيك كمان، اسمع بدنا نعطيها كمان شكل من المخللات. شو الاشي اللي بتحبيه؟ هاي هديه من بابا. شو بتقولي لهم؟ شكرا كثير لكم وموفقين يا رب، الله يسعدكم يا رب. اشكرك، الله يبارك. طيب مشاهدينا ومتابعينا، تعالوا هذه البنت تصور معنا، جيبوا لنا اياها عشان ننهي معها الجوله. تعالي تعالي تعالي، شو اسمك؟ نور الهدى. ايش؟ نور الهدى. نور الهدى، يسعد دينك على هالاسم احلى، وان شاء الله كل دنيتنا بتكون نور وهدى وهدايه رب العالمين. عمر شو بتقول لهم للناس كمان على هالبث المباشر؟ يلا نهايه الجو. تعالوا عندنا كلهم، تعالوا عندنا وتعال ذوقوا وتطلعوا مبسوطين من عندنا. راح اطلعكم مبسوطين مع مركز مخللات المركز. مخللات المركز، مركز المخللات ومخللات المركز. شكرا لك يا نور الهدى، شكرا لك يا عمر، شكرا للبطل كمان. مشاهدينا ومتابعينا بنكون هنا وصلنا معكم مع جولتنا مع مخللات المركز من الداخل الفلسطيني. هو الوحيد المشارك، هو الوحيد المشارك فقط. قال لك هناك، يلا تعالوا معنا. وينه؟ طيب تعالوا معنا مشاهدينا، مش أسئلة هالمرة، مش أسئلة، تعالوا معنا. قهوة نخلة أصيلة، يا عين عليك يا جماعة. إحنا لما بنحكي انتقلنا من هناك من مخلات مركز، اجينا لمين؟ للنخلة. النخلة وما ادراك ما النخلة، اشي مميز، قهوة عالمية، روقان لمخك دائما النخلة. شو بتحكوا اليوم كأنكم مشاركين انتم لاول مرة؟ ما شاء الله، احنا يعني بشكل عام الجو عندنا بجنن، وجو المعرض كثير ما شاء الله بجنن، يعني بالرغم من انه التذكيرات وبالرغم من انه اللي صار بجنين الا انه نعمل المعرض، واحنا مصرين جميعا انه يكون هيك مهرجان. صحيح 100%، واحنا فخورين كثير ومتحدين كمان اكيد معك كمان متحدي. طيب شو تقول للناس كمان اللي وضعوا ثقتهم في نخلة كمان، يعني بمنتجاتكم المميز كمان؟ والله فعلا انت زي ما حكيت، منتجات مميزة كثير، يعني بالذات حسن، يعني حسب ما بيحكوا الناس بيشربوا، الناس بيقولوا فعلا انها قهوة بتجنن. يعني في عندك، احنا على فكرة احنا قاسمينها لثلاث اقسام مش لقسم واحد بس، في اشي بحب النص بنص، في اشي بحب ثلثين بثلث، في اشي بحب الاقل طبعا اللي هي بتكون اقل السودا. يعني احنا ملبيين احتياجات الناس واطعمه الاطعمه بجميعها، مش بس طعم واحد، ملبيين بجميعه كمان. كم منتج عندكم؟ احنا كشركه كسابري وكلاء لشركه نخله عندنا اكثر من صنف، تمام. عندنا النخله وعندنا كمان اللي هي التوبس، وعندنا عصير بونتانا طبعا. التوبس احنا اكيد صورت معنا معارض كثيره، طبعا التوبس بتحكي عن الاصناف اللي هي الصفر سكر والفيتامينات اللي هي لاول مره بتنزل على السوق، وكمان عن النسب، وبرضه متميزين بقهوة النخلة اللي هي استيرادنا من شيف عمر، احنا الوكلاء الوحيدين بفلسطين. النخلة يعني معروفة، والكل كان دائما يقول لك النخلة لانه طعمها غير، تأثيرها على الناس اللي بيشربوها غير. على فكرة انت كثير بتحب النخلة. طبعا بحب، يعني حبك للنخلة بيخليك دائما تضلك تيجي عندنا وتعمل اللي هي مقابلات على النخلة ازيد. يا صبية عشان أأكد، صبي لي من النخلة عشان أكدكم ان النخلة مميزة وروقان. طيب يسلموا ايديكي، يسلموا ايديكي. هاي ثقتنا بالنخلة لانه فعلا النخلة بتغير معالمك لنشاط وحيوية وروقان. يا سلام يا سلام، كنا لكم بعدة اطعمة. شو بتقول للناس اللي وضعوا عن جد ثقتهم فيكم كمان انتم كنخلة؟ والله احنا كثير يعني ممنونين للناس اللي دعمونا، تمام، بصنفنا اللي هو النخلة وابو سلمى وطربوش هيك امور بس خلص.
طيب كمان عن جد انتم اسعاركم مناسبه للجميع كمان، يعني الوضع العام بسمحش لكن انتم مراعيين كمان ظروف 100%. حتى احنا عاملين اليوم عروضات وكمان سحوبات على اجهزه كهربائيه بنفس الوقت زي ما حكيت لك، مع ان احنا عاملين القهوه ثلاث اصناف يعني حسب شو يعني الزبون بيقدر يستهلك. تمام، في شيء حسب روكان ومزاجه اللي بده اياه، روكان ومزاج. طيب كمان نذكركم انه في خواتم ذهب صح، في شو خواتم وجوائز واجهزه كهربائيه طيله المهرجان، ويمكن نهايه المهرجان راح يكون السحب، راح يتم السحب عليها على صفحه الفيسبوك للشركه، شركه كسابري راح يتم السحب عليها، واحنا يعني راح نبلغ الفائزين بارقام جوالاتهم. اشكرك. وعلى الفيسبوك كمان. اشكرك. الله يسعدك ودائما النخله نخلتنا طويله. شكرا لك للنخله ومخللات المركز من الداخل الفلسطيني، كل التحيه لكم. لا تنسوا مشاهدينا ومتابعينا، احنا مكملين معكم 4 أيام ضايل على عمر هذا المهرجان، مهرجان تسوق 2023 في مدينة جنين، هالمرة غير. تعالوا والله اللي ما بيجي على جنين وعلى مهرجان تسوق كأنه ما شاف الدنيا، تعالوا وتسوقوا عروض كبيرة جدا. شكرا لزميلي وراء الكاميرا محمد الفار، براء عمر في البث المباشر، ومني أنا منتصر العناني، وكمان أضفت معي في مقدم كمان عبد أبو بكر معي في من ميديكير. شكرا لكم، إلى اللقاء.